مو انه ايش موجهه لاحد، غير انه انا ابغى اسمع نفسي وانا بقولها، مش ابغى اشوف نفسي وانا بقولها. تمام. فحنتعامل طول الوقت على اني انا موجوده صوت بس. alright، اللعبه بتاعت النهارده عباره عن انه صوت بس، صوت بس. ايوه ما عملناش اي حاجة من النفس الهنا من اول ما صحينا. تخيل، يتخيل الواحد لما يكون عنده امل انه شو قديش انا هي صاحية ولين دحين ما عملت اللي النفس قال لي اياه. انا صحيت لقيت في احد بيقول لي، سامع صوت يقول لي القصص، القصص، عارف؟ وقالها مرتين ثلاثة وأنا قاعدة أتدلع أقول يا قصص عم تكتب أسمينا أغذاري، أعرف؟ وبتمطع في السرير وخلاص، يعني خلاص عرفنا القصص، بس أنا ما في أقوم، وبالله لا تجاوبني إيش إلا لما يكون النور طلع، لأنه الظلمة دي ما أدري أحس إنه كثير عليا إني أنام في ظلمة وأصحى في ظلمة، عارف؟ أيوه. طاسيني تلك آيات كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هي شوف الكلام من يجي يقول لك الكلام اللي هو دايركت ده في الأول والآخر. نريد أن نمن على، نريد أن نمن على، خلاص فعل لأن الواحد يجي يقول لك يوم وانا سويت لك وانا كذا وانا سبب وجودك في الحياة وانا مش عارف، عارف كيف؟ فهو بداية كده جاء قال لك، شو قال لك؟ انا بأمن عليك، انا جاي كده الحين ابغى امن عليك، خلاص؟ على مين بقى؟ على الذين استضعفوا. شوف الحلاوة، الذين استضعفوا. يعني جاي يتكلم مع الذين استضعفوا ويقول لهم ترى انا خيري عليكم قد كده وانتوا المستضعفين في الارض، ونجعل لهم ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. يعني شوف جاي يقول لك كده، يعني من باب فضله، من باب يعني الكرم، ها تراني انا جاي امن عليك انك انت يا مستضعف في الارض، الضعيف، الضعيف، ها الضعيف في الارض، انا بقول لك انه سويت فيك كذا وكذا وكذا، خلاص. فايش بقى؟ ائمه. طبعا انا ما لي دعوه في 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 المفردات، بس اكيد انه لما احد يكون امام، خلاص، ها لها معنى عند المتحدث باللغه العربيه اللسان العربي يقول الامام، زي امام الصلاه، زي امام الجامع كده يعني، صح؟ بس هذا في التصور حق الكلمه، فاهم كيف؟ لكن في كتابتها، يعني زي ما انا قريتها، ائمه
أئمة، عارف كده شكلها لما أشوفها يعني ألف عليها همزة، يا عليها همزة من تحت، أميم وشدة وبعدين تاء مربوطة. بالنسبة لي إني أنا شايفة، فاهم كيف؟ غمزة، إنه في عين بتغمز لي، عارف كيف؟ طيب تخيل لما الواحد يجي يقول لي ترى على فكرة كتر خيري إني أنا بغمز لك، عارف اللي هو يا حبيبي أنت بتغمز لي أنا، وأنا مين علشان أنت تغمز لي؟ عارف اللي هو العلقة والدلع، بيدلعني شايف، عارف الحالة بتاعتي بتاعت دلع، فبيجيني من الحتة بتاعتي، فبيقول لك إيه؟ ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيوة الوارثين، ما تفرق معايا برضو، نفسي أقول لكم لكن الإرث دائما يجي بعد الموت. أنا ورثت أبويا بعد ما مات، يعني هو كان بيصرف عليا في حياته، لكن الورث جاني بعد ما مات، خلاص. يبقى الحكاية حكاية إيه؟ حكاية فناء الجسد وانتقال الروح أو النفس بتاعك هذاك الجسد اللي أنت بتحبه، خلاص، إلى يعني ها، فأنت حتورثه يعني في الآخر، حيلف يروح حتت كده، وفي النهاية حيجي هو ده ورثك، هذا ورثك، عارف اللي هو الطواف، حالة الطواف كده، تبدأ من حتة وتلف تلف تلف وترجع لنفس الحتة، صحيح؟ أيوة. فإيش؟ وبعدين حكاية الإرث الذي يأتي بعد الموت، هذا معناها تماما إنه البداية، بداية الرحلة حقيقة لا معنى لها، لا معنى، يعني قصدي مو هي اللي تحاسب، يعني مو هو ده لب الموضوع، خلاص. يعني إذا كانت الحكاية إنه أنا دحين عمري 47 سنة، خلاص، وكان في عندي يعني طفولة مشردة تماماً، قاعدة أمط فيها لين ما صار عمري 20 سنة، وبعدين لقيت نفسي كبير، خلاص أبويا مات، والحمد لله تكالفت علي العائلة السعيدة التي لا أتشرف بالانتماء إليها حقيقة، لا يشرفوني، وأنا خلاص انفصلت عنهم عاطفياً وذهنياً وفكرياً، ويعني ما أدري اللي بيننا دم، أيوة، بس هذا برضو إيش خرج عن أي حاجة حصلت، أنا لقيت إنه أنتوا كده، فاهم؟ أنا ما بغيركم، بس لا ما حكون معكم. المجاورة، مجاورة جسدي بأجسادكم ما غير مريحة، لا تناسبني، وبالتالي لا أنتمي إليكم ولا حتى أبغى، يعني عارف، يعني براحتكم. الشاهد من الهرج ده كله إنه كبرت، وأنا عديت 20 سنة 30 سنة 40 سنة أهو، الحمد لله 3 عقود ودخلين الحمد لله على الرابع، ها، ألف حولين نفسي بسم الله ما شاء الله، والتجربة كانت رائعة والرحلة جميلة كل حاجة، بس هذه كانت مجرد البدايات، هي دي البداية، انت فاهم اللي هو ايش؟ في الاعتقاد انه خلاص، انه الواحد مثلا وصل سن 40 يقول لك ايه، حتنزل عليه النبوة، يقول لك حيستهدى بالله، وحتلاقيها انه يجي يقول لك بلغت 40 عما فاستغفر الله لذنبي والحاجات هذه، فاهم كيف؟ وبعدين يجي يقول لك ميد لايف كرايسيس، وبعدين يجي يقول لك مش عارف ايه. وطبعا الشاهد انه الانثى في اواخر الاربعين او الخمسينات تبدا ايه بقى، حاله انسحاب الهرمون الانثوي الذي يفعل بها حكايات كثيره طويله عريضه لاجل الانجاب، فاهم كيف؟ لمجرد اللي هو النسل،
عبارة عن إنه تتناسلوا، فإني مفاخر بكم كذا، عارف كيف؟ فأنا الحمد لله حكاية الدورة الشهرية وحكاية إني أكون أم كل الليلة دي، كل الجهاز الذي يعني وظيفته إنه يعمل الحاجات دي انضرب عندي وأنا في طفولتي، اعتدى علي مرتين جنسيا في العضو عندي، ها، وعادي جدا والحياة استمرت. فده تعطل عاطفيا، تعطل تماما عاطفيا. وبعد كده بسم الله ما شاء الله عم زين وعم يعني عماتي اللهم صل على النبي كان عندهم حب القرص والفقود بقى ومن جوا. يعني انا اتذكر بيت عمه خيريه في الشرفيه هذيك العماره، خلاص انا انقرصت في فقودي ولا غليظ ما ادري ايش يسموها، ها ايوه، هذا كله مناطق حساسه لجسد الانثى، فاهم كيف؟ يعني عارف كيف الجسد يتذكرها تماما عند اي احتكاك في هذه المنطقه، حتى لو من الجسد نفسه، انت فاهمني؟ يعني انا حكايه الماستربيشن دي ما تنفع معايا باي حال من الاحوال، الا ولا يعني لماذا لانه انا اصلا حسيت بالعضو بتاعي باصبع رجل، فاهم؟ وكان غير مرغوب فيه وما عرفت ادافع عن نفسي، وكان نوع من انواع الاغتصاب، فاهم؟ فحكايه اني انا احط اصبعي في نفس الحته بيرجعني لهذا الموقف. فطبعا الحمد لله حتى اشباع ذاتي الحمد لله ايش يعني. فهذا المنطقه مقفوله للاصلاح والتحسينات، والله اعلم ما لها وظيفه، لانه خلاص لا في انجاب ان شاء الله يعني، ها، ولا في امومه ولا في اي حاجه من حاجات التقلبات المزاجيه والحاجات. بص انا اقول لك على حاجه، انا ما عمري حبيت الدوره، وانا قلت له من زمان، قلت له انا ما بخلف، انت بتطلع ديني كل شهر ليه؟ عارف، الحمد لله. فانا قاعده اقول انه الحكايه مو حكايه في الاول، يعني لا تزعلي تماما، الخمسين هذه اللي هو اللي بالورق صفحة جديدة ومن أول السطر الأخلاق تماما. مش حكاية كليشيه إنه الحياة تبدأ بعد الخمسين خالص، بقدر إنه أنا في 2011 اتولدت شفتني يعني أنا مها مسعود الدباب بتاعة الجسد هذا، خلاص كنت واقفة في ميدان التحرير، خلاص واقفة جالسة، المهم ورافعة كده بتفرج على السماء وشوفتني شوفتني خلاص. فكانت أول مرة أشوفني، فبالتالي هي هذه أول نفس أخذته في الدنيا، واعتبرت نفسي أتولد سنة 2011 تقريبا يوم 9 ليلة 29 يناير 2011 ميدان تحرير القاهرة. المهم أجي لك في الكلام إنه كل الحاجات اللي عدت دي حمادة، ها، والورث اللي هو في الآخر جاي يقول لي ترى أنا بأمن عليك إنه حأجعلك وارثة لأبوك. طب بالله أنا مين علشان أورث هذا الرجل العظيم؟ عارف كيف تحس كده انه مزبهلة تماما، بس ياس انا حاسة بابويا بيقول لي في كل حركة انا بعملها ايش اسوي. فبالتالي والله اعلم اني انا واخده ارثه، خلاص. طيب في حاجات بسم الله ما شاء الله ابويا كان يعملها انا ما قادرة عليها، لا جسديا ولا كوني أنثى ولا كوني أصلاً مريت بالأربعين سنة اللي فاتوا، فاهم؟ وأستسمحه عذراً، ومن حين لآخر نختلف ولا يفسد الود القضية، إنه رأيه حاجة، ها، واللي أنا يعني وتجربتي وحركة جسدي وإحساسي، وجزاك الله خير، ومن حين لآخر تبعت لي علامات وأنا عارف إنك بتطبطب علي، ويعني أنا متأكدة. أنا لو الحكاية حكاية إرث أبويا، هذه أمانة
أشفقت على نفسي منها. مهمك. وكل اللي أبغى أقوله إنه يعني الحمد لله العافية، الحمد لله العافية والست. وأنا مشكرة جدا إنه طاف بي ورجعني ها لبيت أبويا الذي طردت منه. يعني عشان تبقوا عارفين، أنا طردت من بيت أبويا طردا مبرحا يعني كان أوكي. هنتكلم عن إيش ولا إيش؟ يا رسول يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير. حسيت بيكي وانت بتفركي وتحركي جوتي، غيرانة غيرة غير طبيعية، عندك غيرة غير طبيعية. خلاص أقولك، أنا اخترعتك خلاص عشان ما كان في أحد معايا يلعب معايا، فأنتي اختراع، لستي جسد حقيقي. ها أنتي دمية اخترعتك في عقلي، ألبسك الفستان اللي يوحشني. إيه؟ فعندك حالة غيرة إنه كيف يعني لما يكون في أحد، يعني جسد تاني، يا أروح لأحد أو أحد يجيني يكون في جسد تاني، إنه كيف أتكلم معه؟ ليه يعني أتكلم معه؟ لا أنت تتكلم معه بس، كيف يعني؟ كيف يعني؟ موجود شيء حلو قدامي.